سلام الله عليكم أحبائي أينما كنتم. أعود إليكم من جديد بحكاية من سلسلة قصة وحكمة مقترحة من صديق القناة الأخ محمد همامي بعنوان اقتلوا من قتل الكلب. لا تنسوا أن تبعثوا برسائلكم وقصصكم المقترحة على عنواني في موقعي فيسبوك وإنستغرام، واللذان أتركهما في صندوق الوصف. أترككم مع القصة. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، يروى أن رجلاً حكيماً أعرابياً كان يعيش مع أولاده وبناته، وكان لهم إبل وغنم يرعونها وكلب يحمي الغنم من الذئاب. وفي يوم من الأيام جاء أحد سفهاء الحي وقتل كلب حراسة القطيع، فذهب الأبناء إلى أبيهم الحكيم وأخبروه بالفاجعة. صمت الشيخ قليلاً وأجابهم من مجلسه بحزم: اذهبوا واقتلوا من قتل الكلب. صعق الأبناء من هول أمر أبيهم، فجلسوا يتشاورون بينهم هل ينفذون أمر أبيهم بقتل قاتل الكلب أم يغضوا عنه الطرف. وبعد نقاش طويل اجتمعوا على أن أباهم كبر وأصابه الخرف، فكيف يعقل أن يقتل إنسان بكلب؟ فأهملوا أمره وسار كل منهم لقضاء مآربه. توالت الأيام والأسابيع ونسي الأبناء قصة الكلب، ولكن بعد مرور شهرين أو يزيد قليلاً هجم اللصوص وساقوا كل إبل الرجل وغنمه. فزع أبناء الشيخ الحكيم وهرعوا إلى أبيهم مجدداً، وأصواتهم تتعالى بعضها على بعض: هجم اللصوص علينا يا أبي وساقوا جميع الإبل والغنم. أجابهم الشيخ الحكيم بهدوء ودون تردد: اذهبوا واقتلوا من قتل الكلب. عجب الأبناء من إصرار الشيخ على قتل قاتل الكلب، واجتمعوا على أن أباهم أصابه الجنون لا محالة، فكيف يعقل أن يحدثوه عن اللصوص وسرقة الإبل والغنم وهو لا يزال يفكر بقاتل الكلب؟ وبعد فترة قصيرة هجمت على الشيخ وأبنائه قبيلة أخرى وسبوا إحدى بناتهم وساقوها معهم، ففزع الأولاد إلى أبيهم مرة ثالثة وقالوا: سبيت أختنا يا أبانا وهاجمونا واستباحوا حرمتنا. فجاوبهم أبوهم: اذهبوا واقتلوا من قتل الكلب. جلس الأولاد يفكرون في أمر هذا الشيخ الكبير، هل جن أم أصابه سحر أم ماذا؟ إلا ابنه الأكبر الذي انتفض قائلا: لا بد من حكمة في أمر أبي، سأطيعه ولنرى ما سيكون. فقام إلى سيفه وحمله وذهب إلى قاتل كلبهم وقال له: أنت قتلت كلبنا وأبي يأمرني بقتلك والقصاص منك. ففصل رأسه بسيفه، وطارت أخبار هذه الحادثة وطافت الآفاق. وعند وصول الخبر لقبيلة اللصوص قالوا: إن كانوا قتلوا قاتل كلبهم فماذا سيفعلون بنا وقد سرقنا إبلهم وغنمهم؟ وفي عتمة الليل تسلل اللصوص وأعادوا الإبل والغنم إلى مراعي الرجل. وعندما علمت القبيلة المغيرة السابية لبنت الرجل بقتلهم قاتل كلبهم ذعروا وقالوا: إن كانوا قتلوا رجلا بكلب فماذا سيفعلون بنا وقد سبينا ابنتهم؟ فأعادوا البنت وخطبوها لابن شيخ قبيلتهم. عندها فقط جلس أبناء الشيخ وفهموا حكمة أبيهم
من أمرهم بقتل قاتل الكلب والقصاص منه، وفهموا أنه لم يخرف وإنما أراد القوم أن تعتبر. حكمتنا من قصة اليوم أحبائي أنك عندما تغض الطرف عن بعض حقوقك سيتجرأ الآخرون على سرقتك في وضح النهار، لا لشجاعة منهم، وإنما سكوتك هو الذي منعهم التطاول عليك دون حياء أو خوف، وليس هذا متناقضا مع العفو، فالعفو مقرون بالمقدرة أحبائي، ولا يسمى عفوا إن كان مع عجز، بل يسمى جبنا وذلا. دمتم في رعاية الله أحبائي.